كان في مرة ولد صغير ماشي مع أبوه في الشارع وهم مروحين، الولد شبط في بالونة. أبوه اشتراها له، ماشي الولد فرحان بيها، فجأة البالونة طارت من إيده وبعد بعيد. الولد قاعد يعيط ويصرخ، أبوه يحاول يهديه، مفيش فايدة. يعمل إيه؟ راح رايح شايله بالونة غيرها، بس بدل ما يلاقيه في إيده راح سايبها طايره في الجو زي اللي قبلها. الناس اللي في الشارع قعدوا يتفرجوا ويضحكوا. الغريب ان الولد كان مبسوط وطاير من الفرح معاهم. لما سالوه انت بتعمل كده ليه؟ قال لهم انا عايز اعلمه ان الحاجه لما تروح من ايده ما يزعلش، لانها ممكن تسعد حد غيره. كان عايز يقول له ان الامل والفرحه بيفضلوا موجودين حتى في أتعس الأوقات. عارف الولد ده جميل كمان؟ استغرب إنك تفكر كده يا زين. بالعكس، دي أول حاجة جت في ذهني. خفت تفتكر إن أنا مشترك في اللي حصل. ما أفكر كده ليه؟ يعني التحقيقات وانا اللي ماسكها، يعني التسريب زي ما المستشار قال حصل باهمال من عندي. مع ظهور الصور يبقى الموضوع اكتمل وخد المصداقيه المطلوبه. تقصد الفضيحه زي ما يحاولوا يصوروها؟ في مصر الناس اتعودت تلفق فضايح باسرع من كده بكتير، ما بقيناش محتاجين تسريب التحقيقات ولا صور. يكفي الحروف الاولى من اي اسم والحكايه هتمشي لوحدها. برضه كان لازم اعتذر لك. خالص، دي حاجه انت مالكش اي يد فيها. انما اقول انت مش حاسس انك اتسرعت في قرار الاستقاله ده؟ هي عموما لسه هتنظر وهيستدعوني لسماع الدوافع، بس ما اخبيش عليكي القضيه دي انا كنت مستنيها من زمان. ازاي؟ الغموض والتشبيك الكتير اللي حوالين القضيه واللي بيمس دوائر قريبه من النظام، بالتاكيد مجرى العداله فيها هيبقى مسدود، مش هيوصل لحاجه. يعني شايف بكل اللي جمعته حواليك إن في حاجة مش واضحة، وإن جمال ممكن يبقى بريء مثلا؟ بص يا ليلى، أنا عمري ما بدأت قضية وأنا مكون يقين ثابت عن أي طرف فيها، بس التجربة عرفتني حاجة مهمة قوي، إن كل ما كترت محاولات إبعادك عن القضية فده معناه إن المتهم عنده اللي يبرأه ويدين ناس تانيين. بس الحكاية محتاجة شوية صبر. أيوة يا باشا، سعادتك انا اطلعت على كشف الزيارات بتاع الشهرين اللي فاتوا. يا باشا راجل نظيف والله يا فندم، ما فيش حد بيعبره غير البت الرقاصه اللي هو متجوزها. ايوه يا فندم، اسمها علا العربي. لا خالص يا باشا، ولا حتى المحامي بتاعه. تمام سعادتك، تمام. طيب اقفل انت وهكلمك بعدين. ايه يا جمال، انت بتهرب وجاي تستخبى عندنا هنا؟ اهرب واهرب من ايه؟ ومش ساعتك امرت براءة؟ كويس يا اخي اللي هي وصلتك، عشان تعرف بس ان انا لما بوعد بوفى. وانت بتضحك على نفسك؟ معنى عرشين اللي فيها. انت هتحيرني معاك ولا ايه يا جمال؟ مش انت اللي طلبتها؟ وانا طلبت حاجه زياده؟ انا طلبت البراءه وطلبت حقي وهاخده. انت ناسي ان مفيش حقوق ترجع هنا ولا ايه؟ هو انت غيرت مكان اقامتك ولا ناسي ان احنا هنا ولا ايه؟ في ايه؟ لا انا ما نسيتش، بس ظهر سعادتك اللي نسيت ان انا اللي متبلغ عنه. غلطه وغير مقصوده. ظبطنا الحكايه وخلصت يا سيدي. اما انا جاي النهارده عشان اعرف مين اللي غلط معايا الغلطه دي بقى. مش لازم تعرف حاجة. لا ده كان زمان، من النهارده لازم اعرف كل حاجه واعرف مين اللي ورا كل اللي بيحصل لي ده كمان. يا جمال انت ابننا وبنخاف عليك، وما كانش ينفع نسيبك تقع. الحكايه كلها ان احنا ظبطنا شويه في الاوراق والمحاضر ولحقناك وخلصناك. وانت عايز تفهمني ان انتوا بتلحقوني عشان خايفين عليا؟ امال ايه يا جمال؟ انتوا بتلحقوني عشان خايفين مني. أسوأ حاجه في الدنيا ان الانسان يتملكه هو ويتصور ان هو ممكن يعمل حاجات اللي سبقوه ما عرفوش يعملوها. لا والمصيبه ايه؟
المصيبة لما تقع على دماغهم وتطبل. سبحان الله، كلامك ده بيفكرني بواحد صاحبي اسمه اللي ابو العزم، تعرفه؟ عاوز ايه يا جمال؟ قلت لك عايز حقي، ومش هقدر غير لما اعرف مين اللي ورا كل اللي بيحصل لي ده. انت فوقت دلوقتي؟ طب كويس قوي ان انت عارف ان كل ده كنت في غيبوبه. طيب بص بقى، انا عايز اقول لك ان ده شغل يا جمال، وان اللي انت بتعمله ده مش في مصلحتك وخطر عليك. انت ممكن تفضح واحد اتنين، تفضح عمليه اتعملت، في النهايه كل ده هيتلم وهيتنسي، انما الخطر كله هيقع في النهايه عليك انت، والنار هتحرق كل الكروت اللي بتلعب بيها، ولما مش هتلاقي حاجه تحرقها هتحرقك انت. طب بص بقى، انا عايزك تسمع مني كلمتين وتحفظهم كويس. انا من ساعه ما اشتغلت معاك وانت عمال بتديني في اوامر وتوجيهات. ركز يا جمال في العمليه اللي جايه على كذا وكذا وانا اقول لك حاضر. ركز يا جمال في السفريه اللي جايه على كذا وكذا وانا اقول لك تمام سعادتك. اللي عايز اقول لك بقى انه ولا مره نصايح حاجتني في حته، بالعكس كل مره كانت بتدمرنا وتودينا في 60 داهيه. بس زاد انت كبرت وعجزت وحبيت شغل المكاتب، انما الشغل على الارض عايز حسابات تانيه خالص انت ما تعرفهاش. وفر بقى لنفسك النصايح دي عشان النار لما هتجيلك تعرف ساعتها تطفيها ازاي. جمال، انا كلامي خلص. جمال خلاص فاهم الغيبوبه. لا يا رب، مش قصدي في شك في الامن خالص، انا بس بفكر في كل الاحتمالات. طب قولي بتفكر ازاي؟ انت قلتي ان رضا عمل اوردر من المطعم اللي جنبكم، وده في الغالب مش هياخد اكتر من ربع ساعه. نص ساعه بالكتير يعني لو عندهم ضغط. حلو قوي، يعني ده واحد مش ناوي ينزل من البيت دلوقتي خالص. اكيد. حلو قوي. طب تعالي نقول ان احتمال تورط امن الدوله في القصه دي 99%، ونسيب احتمال 1% انه اتحرك لوحده من غير اي يعني تهديدات. طب هينزل لوحده ليه يعني من غير اي سبب؟ يا بنتي اسمعيني بس. طب هيروح فين؟ ليه ما نقولش ان جاله تليفون فنزل الشارع؟ اي حد هيجيب له اي حاجه، او مثلا ساعي بريد بيجيب له ورق من جورنال، اكيد طبعا مش هياخد محفظته ولا بطاقته ولا الكلام ده. فحصلت له حادثه وبالتالي ما عرفوش يسجلوا على بياناته، هو ده اللي انت عاوز تقوله؟ مثلا. طب ما انا سالته في كل المستشفيات البعيده والقريبه والمشرحه كمان، وقالوا انه ما فيش حاجه. طب ايه؟ خطف الرخصومه شخصيه؟ كانوا سابوه، طلبوا فدي، اي حاجه من الحاجات اللي بنسمع عنها دي. يا بنتي ايه اللي يوصل درجه الخصومه بين امن الدوله وشخص بعينه للمرحله دي؟ هل تعذيب ادى الوفاء يعني؟ انا اسف. دي الصوره اللي انا بخاف افكر فيها، بحاول ابعدها عن تفكيري تماما. انا برضو هتجنن، يعني ايه اللي كان مع رضا خليهم يعملوا معاه كده؟ الباقي في حياتك يا جمال، ولو اني يعني مش عايزه افكرك، انا نفسي اخليك تنسى، بس اعمل ايه بقى، لازم اقولها. في حياتك الباقي يا منى. ما تزعلش نفسك يا حبيبي، انا عارف ان هو في مكان احسن، بس مزعلني ان هو مات بسببي. ازاي؟ عارف لما يقول لك ده مات ناقص عمر؟ انا عارف الاعمار بيد الله، بس ساعات الظلم بيموت البني ادم على وش الدنيا قبل ما ينزله تربطه. ده اللي حصل مع ابويا، اللي ظلموني هما اللي كملوا عليه. انت عارفه يا منى، سيد هلال اللي مات اللي كتب عنه في الجرايد كان معايا في الزنزانه. لما مات حطيت عليه جامد قوي، مش عارف ليه. اول مره احس ان انا مش هطلع من مكاني، اول مره احس ان انا مش هشوف ابويا وسليم تاني، اول مره احس ان انا ظلمت ناس كتير، واحس ان في ناس زي ابويا كتير ماتوا بسببي برضه. بسببك ازاي يا جمال؟ شقتك حلوه على فكره قوي بجد. عجبتك؟ عارفه احلى حاجه ان هي قدام مدرسه سليم. بس عايز اقول لك حاجه، مش انا مرتاح ولا مبسوط غير لما ادفع لك ايجار. ادفع لي ايجار ده ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ بقول لك ايه؟ بقول لك انت ايه؟ انت هربان من البوليس، ما تخلينيش اروح اقول لهم على عنوان. ها؟ ايش يا ستي؟ مبسوط مني يا جمال؟ اكيد مبسوط طبعا، بس انا طول الوقت مش مبسوطه من نفسي، حاسه ان ما بعملش اي حاجه صح، طول الوقت بتصرف غلط ليا واللي حواليا. ليه؟ ما انت ساعدتيني وجبتي لي الشقه ودي حاجه صح.
جمال انت فاهمني، انا بتكلم عن حياتي، عن القريبين مني اللي خايفه اكون معرفهمش واخسرهم هما كمان. بس انت تعرفني كويس وانا زي ما انا ما اتغيرتش. بص يا منى، كلنا بنغلط بس لازم نعرف ان في حدود للغلط، لو عديناها هنخسر حياتنا كلها، مش هنخسر الناس بس اللي قريبين مننا. انا كنت متاكده انك استحاله تعمل حاجه زي كده، بس كنت خايفه عليك قوي كمان اكتر من اي حد تاني. تمام، والموضوع خلاص خلص وانا طلعت من الحكايه كلها. طمنيني انت عليكي، عامله ايه مع علي؟ السيره دي بقى، مش جوزك ده ولا ايه؟ جوزي؟ عارف انا اكتر حاجه مضايقاني ايه؟ جوازاتي التلاته اللي قبله كنت انا اللي بختارهم وانا اللي بحدد امتى اسيبهم، لكن علي لا، هو اللي اختارني وعارف يوصلي صح. منى خليف بنت وهبه خليف، من اقوى رجال مصر، واللي بكلمه منها ممكن ما نزلتش من باب بيتنا وممكن تخفيني من على وش الارض. كونك انك وقفتي اقرب منك فده كان حلم بالنسبه لي، وكونك انك وقفتي اطلب ايدك فدي حاجه ما كنتش اجرؤ احلم بيها. انت عارف طبعا ان انا كان ليا كذا تجربه فاشله قبل كده، ما عنديش اي استدلال لقرارها. التجارب الفاشله ما تتعدش اصلا. لو حصلت معايا؟ شوفي يا منى، انا ضابط شرطه، يعني قراري باخده بجزء من الثانيه علشان ممكن تتوقف عليه حياتي، انما المره دي القرار لك انت، حياتي بين ايديك انت، وتصرفي زي ما انت عايزه. بس انا مش ضابط شرطه. انت وزير، رئيس وزاره، دوله بحالها. ما انت بتعرف تهزر اهو. علشانك اعمل اي حاجه، حتى لو قلت لك تضرب نفسك باللوم. عارف يضحك عليا ويرضي غروري، كان بيعملني ملكة وهو أرجوز البلاط، لحد ما وافقته واتجوزته. بعد كده خلاص بدأ المرحلة اللي بعدها، وراح يعمل مرمطون لحد تاني. حد تاني مين؟ أبوه كان بيشتغله مرمطون، أبويا يؤمر وهو ينفذ. عبيط، فاكر إن كده خلاص ضمن كل حاجة، ما يعرفش ان انا لو قلت له مش عايزاه هيطرده بره ويديله بالجزمه. انت مش متخيله الكلام ده بيضايقني قد ايه. بيضايقك؟ يا خساره. انا اسفه ان انا دوشتك معايا. طولي هبل، علي صاحبي ويهمني امره وانت كمان تهمني. كان نفسي انتوا الاتنين تعيشوا مبسوطين في حياتكم يا منى. واحد زي ما حكيت لك عنه يعيش مبسوط ازاي وهو طول الوقت ندل وواطي؟ بدا الحكايه بلعبه وكذبه، فاكر ان كده هيبقى له ظهر يحمي. يعني انت ولا مره حسيت انه بيحبي بجد؟ يا ريت، ده من اول يوم هو عارف هو رايح فين، ندل وواطي. ايوه منى، بس علي مش وحش للدرجه دي، وانت كمان مش وحشه. انتوا الاتنين فيكوا عيوب ولازم تعدوها ولازم تغيروها. عمري ما حاولت اعمل اللي انت بتقول عليه ده اصلا. وليه ما حاولتيش؟ عايزه تسيبيه؟ يا ريت، بس انت عارف بقى جوازاتي كترت وكلام الناس ورغيهم. عارفة المشكلة فين؟ المشكلة دايما في أول مرة. كل حاجة في الدنيا ليها أول مرة. لو ظبطت هتبقى تمام، لكن لو ما ظبطتش هتفضل طول عمرها مش ماشية صح. طب احنا من أول مرة وهي ظابطة ما كملناش مع بعض ليه يا جماعة؟ احنا كملنا، بس كملنا أصحاب يا منى. بس يا منى تعبتك معايا. بس على ايه يا جمال؟ بطل غلاسه بقى، خلي بالك من نفسك. وانت كمان. دي رابع سيجارة تحرقها يا اخويا. انت بتهدي عليا ولا ايه يا مريم؟ النعمة ما قصدي، انا بس شايفاك متضايق ومطلع غلمك في الدخان. متضايق شوية يا مريم.
يقطعني يا سي علي. تتضايق ومريم حبيبتك موجوده؟ فضفض يا اخويا، ارمي حمولك كلها عليا. النهارده اتحطيت في موقف عمري ما اتحطيت فيه قبل كده. واحد صاحبي. ماله؟ ماله صاحبك ده يا سي علي؟ صاحبي ده حكالي انه شاف مراته مع واحد يعرفه. شافها ازاي يعني؟ شافهم نازلين مع بعض من شقه. الفاكره؟ هو حكالي عنها من زمان انها ما بتحبوش. هي حد اناني وما يهمهاش غير نفسها وبس. هو كان عارف ده من الاول وما كانش فارق معاه. هو كمان كان حد اناني وباصص لمصلحته وهيطلع من وراها بيه. عارفه لما كان بيحكي لي عنها كنت بحس انه ممكن يحبها او يقرب منها، بس تصرفاتها طول الوقت كانت بتقرفه وتحسس انه مفيش امل. تصرفاتها ازاي يعني؟ كانت بتعمل وياه ايه؟ قوليلي، المجنون بتاعك ده بعت حاجه النهارده؟ صدقيني انا خايفه عليه اكتر ما انا خايفه على نفسي. لو نشر حاجة جديدة مش هيرحموه. أنا عارفة. أنا بقيت قلقانة أوي يا ليلى. بتقلقي ليه؟ ما الحاجة بقت عندي، هو أنا اللي هروح في 60 داهية لو لقوها هنا؟ يا عبيطة، هو أنا خايفة على حاجة؟ أنا خايفة عليك أنت. ما تخافيش. أهم حاجة تعليمات الأستاذ أشرف المحامي تتنفذ بالحرف الواحد. قصدك إيه؟ قصدي ياما قلت لك، هات يا روب، هشيل معاك يا روب. وأنتِ أبداً، يا دوب اديتيني سيدي واحد بالعافية. انت عارفه انا بعمل كده ليه؟ انا مش عاوزه حد يتورط معايا. بس البركه في حضرتك بقى، سبقتي وورطتينا كلنا. ما تقلقيش، كله هيبقى تمام. الا قولي لي بقى، اخبار المتر ايه؟ كويس يعني؟ مطمنه وهو ماسك القضيه؟ ما تستهبليش عليا. اخباره ايه يعني؟ حاسه بنحيته بايه؟ بصراحه انا مبسوطه، بس انتي عارفه بقى ان انا واخده وعد على نفسي ان محدش هيدخل حياتي الا لما الرضا يرجع. ده عقاب على جريمه ولا بتكفري على ذنب ما عملتيهوش؟ الكلام ده لازم يتغير يا روبا. رضا ان شاء الله هيرجع، لكن افرضي لا سمح الله يعني حصل غير اللي احنا مستنيين، خلاص الحياه تقف. اقعدي مع نفسك واحسبيها بالورقه والقلم، وانا متاكده ان حسبتك هتطلع صح يا باشمهندسة. حضر لك مفاجأة. سليم وحشتني أوي 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 أوي. وأنت كمان يا بابا. تعالى جنبي هنا. أنت وحشتني أوي، عامل إيه؟ وأنت كمان يا بابا وحشتني، ما تسيبنيش لوحدي تاني. مش هسيبك تاني، أنا كان عندي مشاكل وخلصت، مش هبعد عنك تاني أبدا. بجد يا بابي؟ بجد. أنا زعلان عشان جده سايبني لوحدي. جده مش سايبك لوحدك، جده فوق عند ربنا، بيبص علينا من فوق من البيت الجديد من الشباك صغير قد كده. البيت ده هروح نعيش فيه كلنا سوا مع بعض. مش أنت زمان كنت بتشوفه بيقعد ينظف البيت مع أسماء؟ هو برضه المرة دي سبقنا عشان ينظف لنا البيت ويحط لنا كل الحاجات الحلوة اللي كنا بنحبها، وقدام شوية بعدين هنروح نعيش معاه. طب ليه ما خدنيش معاه؟ انا هنا لوحدي. انت مش لوحدك، طنط منى جابت لنا البيت ده عشان نعيش فيه كلنا مع بعض. هما كام يوم هسافر وهنرجع نفضل مع بعض طول العمر، مش هسيبك تاني ابدا. بجد يا بابي؟ بجد. طب خدني معاك. معلش، المره اللي جايه هاخدك معايا. انت اكتر حاجه انا بحبها في الدنيا. وانت اكتر حاجه بحبها في الدنيا. عملت لك كوبايتين شاي يا ابويا، يستاهلوا بقك. اشربوا انت يا حبيبي بالهنا والشفا. انا خلاص بطلت شاي. بطلت شاي؟ ليه يا ابويا؟ هو ابونا قال حرام ولا ايه؟ لا، بس اللي كانت بتشربه معايا خلاص راحت وسابتني واتحرمت منه. يبقى ازاي انا استطعمه من غيرها يا ابني؟ ايوه، بس هي في الملكوت دلوقتي يا عم نجيب، واكيد مبسوطه اكتر مننا. اذكر الخل والمغارة التي شربها يسوع من أجلك، وبذلك تضبط نفسك يا ابني. مش كفاية أنك حارم نفسك من بيتك ومراتك وقاعد هنا عشان تجيب حق اللي راحوا؟
ايه يعني لما انا احرم نفسي من حاجه ولا اتنين عشان احس ان انا بشكك برضه يا بطل؟ اللي يريحك يا ابويا. الرب يرحمك يا ابني، الرب يرحمك. ما ينفعش من غير توكيل. هيروح يقول لهم ايه يعني؟ صاحبه من طرفه؟ مفيش الكلام ده يا محمد بيه. اعمل لي توكيل الاول. مع السلامه. شكلك مشغول قوي. ده انت حتى ما جبتليش حاجه اشربها. المكان مكانك يا ماما. قومي اعملي اللي انت عايزاه. ياه؟ للدرجه دي؟ ويا ترى ايه بقى اللي شغلك عني؟ جرايه يا منى، ده ورق شغل. وبتزعقلي كمان. اصل في حدود لكل حاجه يعني. حدود؟ ده انا بعمل معاك اللي ما بعملوش مع جوزي. وتقولي حدود؟ وفي ايه يا منى؟ في ايه انت يا اشرف؟ واضح ان انت فاضيه بقى. وليات رواية، اتفضل اتكلمي، انا سامعك. عندي مشكلة وعايزك تحلها لي. طب وايه الجديد يعني؟ وانت على طول عندك مشاكل. لما بتبقى مشاكل لوحدي انا اللي بحلها وما اطلبش من حد يحلها لي. لكن لما بتبقى شريك معايا فيها يبقى غصب عنك لازم تحلها لي. وايه بقى ان شاء الله المشكلة اللي انا شريك معاكي فيها؟ اني بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. شريك معايا فيها دي ولا مش شريك؟ مش بقول لك انت فاضيه؟ لا وتافهه كمان. والله؟ طب اهو جرايه يا منى، في ايه؟ ما انا تافهه بقى، تافهه. مجنونه صحيح. عشمتني بالحلق، خرمت انا وداني. قوم يا صالح يا حبيبي ادخل اوضتك. اوضته ايه يا حبيبتي؟ انت بتضحكي على الواد ولا ايه؟ معلش يا دناي، اصل امك ما تعرفش، ما تعرفيش يا اختي ان البيت ده كله ما فيهوش غير مطرحين وبس. قوم يا سليم ادخل اوضه ستك وغير هدومك. هو في ايه؟ في ايه؟ هو كلام الليل مدهون بزبده يطلع عليه النهار يسيح؟ انت مش قلتي هتجيبي لي شقه في زايد؟ ابص الاقيكي داخله لي وفي ايدك الواد. ليه يا اختي؟ هو القصر والحرام لك اللي يحتكم عليه جوزك هيضيق باوضه الواد؟ ما انت لو تصبري على رزقك مش هتقولي اي كلام. ما هو كله كلام في كلام بلانيله بقى. الواد هيقعد عندك كام يوم؟ اسبوع بالكتير. طب افهم ليه؟ عشان ابوه اخد براءه من القضيه اياه، وانت عارفه ان ايده طايله ويعرف ناس في الداخليه، مش عايزاه يرجع ياخد مني ابني تاني. يعني هو جوزك ايده مش اطول منه؟ لا ايده اطول منه، بس احنا متفقين انه ما يتدخلش في اي حاجه ليها علاقه بالواد. وجمال ماله مال الواد؟ اشحال لو ما كانتش حضنته من حقك. حق ايه يا حبيبتي؟ هي البلد اللي احنا عايشين فيها دلوقتي دي فيها حاجه اسمها حق ومستحق؟ البلد دلوقتي بقى اللي بيقدر يعمل حاجه يعملها من صغيرها لكبيرها. يعني انت جايبه الواد عندي التويه عشان جمال ما يعرفوش سكه؟ الله ينور عليكي. هيقعد معاكي كام يوم؟ انا عايزه جمال يلف حوالين نفسه لحد ما يخبط راسه في الحيط، وبعدين هبقى اخد منك الولد. ايكم تمام، اتحرك انت. خد دوق ده وقول لي هتعرفه ولا لا. ما تشمش سف على طول. يا ستر ده ايه ده؟ ده بردقوش. افتكرته. ابويا الله يرحمه كان بيغليه يشربه لما يكون عنده برد. البرد والكبد والقولون وحاجات تانية كتير. كانوا زمان فاكرينه بيطرد الحزن. كانش حد غلب. كان زمانه دلوقتي اغلى من البودره. صح. وكانت الداخليه عملت له اداره مكافحه البردقوش. ايوه يا عم اضحك بقى وعديها. قول لي ناوي على ايه؟ ناوي اسافر. في حاجات بره لازم اروح اجيبها. من غيرها مش هعرف اعمل اي حاجه. الحاجات دي عند حد؟ لا. في بنك. وقت ما تنوي قول لي. انا ليا في كل بلد زبون من اللي بصدر لهم الشغل ده. ويخدمه يعني. اكيد. هو بس مشوار البنك ولا في مصلحة تانية؟ ما تشغلش دماغك أنت. يبقى فيه، ولازم أطمن عليك يا صاحبي. لازم أعرف مكان المهدي وأروح له. هو مش آخر الخيط، بس أنا متأكد إن أنا هعرف منه كل حاجة. وبعد ما تعرف؟ هرد له الواجب مرتين. المهدي هو اللي بلغ عني، وأنا مش هعديها له أبداً.
الواجب التاني تولين لازم اخرجها من الجحيم اللي معيشها فيه. غلبانه قوي البنت دي. اديك انت شفتها بنفسك عندها مشاكل قد عمرها 100 مره، رغم كده ساعدتني وقفت جنبي ومش عايزه مني اي حاجه. عبرك. الو انت مين؟ استاذ. استاذ ما ينفعش كده. استاذ اتفضل انتوا. الحمد لله على السلامة. سليم فين؟ موجود وبخير لو فلوسي موجودة وبخير. يعني ايه؟ بلاش نلف وندور على بعض، انت عارف كويس قوي. ابني فين يا كومي؟ هرجعهولك لما ترجعلي فلوسي اللي اخدتها مني. فلوس ايه اللي بتساومني بيها على ابني دي؟ الفلوس اللي اخدتها مني. الواد بتاع نقل الاموال اعترف على كل حاجة يا جمال. مين الواد ده؟ بلاش نستعبط. ابنك موجود عندي. ومش في البيت عشان تبقى عارف، وفي الحفظ والصون. والله رجعت لي فلوسي، رجعت لك ابنك. ما كانش يبقى انت حر، وفلوسي برضه هعرف ارجعها جمال. ورحمه ابويا يا كومي. لو ابني حصل له حاجه هسلخك وانت صاحي. اعمل اللي انت عايزه. عندك 48 ساعه عشان تجيب فلوسي. عمو صابر. مساء الكل. قرأت بكره كلها اهي. شكرا. العفو يا استاذه. انا اسف يا جيم، بس والله العظيم اول ما كلمني ما كنت فاهم الموضوع كده خالص. عارف يا اشرف، مش ده المهم. هو كان لازم يقابلني باي شكل وخلاص. يتذبح وتساوى وقت وفرع على الناس كلها. مبروك البراءه جمال، والنعمه ذبحت عجل حلاوه البراءه. براءة على حاجة ما عملتهاش؟ معلش يا صاحبي، أحسن من السجن على حاجة برضه ما عملتهاش. في إيه مالكم؟ فلوس الكومي اتسرقت من كام يوم وهي بتتنقل. فلوس الكومي؟ أنت مالك بموضوع زي ده؟ هو بيقول لي أنا اللي عاملها لحسابي، والواد قال عليا كمان. واد مين؟ سواق عربية نقل الأموال. الكومي خطف ابني يا بوبو، وبيساومني لو ما رجعتش الفلوس مش هشوف الواد تاني. ما يكونش عندك فكرة. أملاك الكومي كلها قد إيه؟ ساعة زمن وأحصرها لك ونحوطها وقتي. أكيد سليم مستخبي في واحدة منهم. لا عايز أعرفه دلوقتي مين اللي ورا كل ده ومصلحته إيه بالظبط؟ حاجة حاجة يا صاحبي، ما تكربش الدنيا على دماغك. كل اللي عايز تعرفه هتعرفه يا جيم، بس زي ما بوب بيقول لك حاجة حاجة. إحنا النهاردة قدرنا نحل أهم حاجة وهي براءتك، وهنحل اللي بعديها إن شاء الله. براءتي يا أشرف؟ براءتي اللي مالهاش لا طعم ولا قيمة دي؟ هي الدنيا مالها فيها ايه؟ ليه كل ما تروق ترجع تتعكر تاني؟ مين اللي عايز يوقعني كل ما بقف على رجلي؟ اليوم اللي اقدر امشي فيه في الشارع رافع راسي لفوق الاقي ابويا مات وابني مش في ايدي. الظاهر ان انا مش مكتوب لي راحه في الدنيا دي ابدا. في حاجه تانيه؟ تمام يا فندم، اسف يا زعجم عليك. كرفتتك دي منين؟ من بلد دول يا فندم. وانا بجيبها منين؟ اظن من نفس الماركه. علاقة سعادتك شرف لينا نقلدها يا فندم. بس مش شرف ليا يا اخويا، ده ما يتكررش تاني. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. عايز سعادتك. يلا اتفضل. صباح الخير يا حبيبي. ازيك يا روح؟ كله كويس الحمد لله. تعالي. ايه الحلاوه دي؟ ميرسي. نعم قولي لي يا ماما، بابا خلاص حجزت له؟ السفر خلال كام يوم، بس انا خايفه عليه قوي يا انكل. خايفه من ايه؟ هو عيل صغير؟ لا 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 لا، دي حاجه بسيطه يا شيخ. مش عارفه. لا لا، سيبك من القلق والكلام الفاضي ده وقولي لي اخبارك. شاتك ايه؟ ليه؟ عايز تستلف مني ولا ايه؟ يا بنتي يا شاي. شوف يا منى، بعد كام يوم في كذا محطه هتقفل، هتتسحب تراخيصهم علشان مش مقننين اوضاعهم. بس انا وضعي زي الفل. انا ما جبت سيرة اوضاعي كمان، انا جبت سيرة كشاتك. في اعلاميين كبار بعد كام يوم هيبصوا يلاقوا نفسهم في الطراوة. الشاطر بقى يا حبيبتي اللي يروح يتفق معاهم ويقبضهم عرابين قبل اي حد. فهمتك يا عمر، بس انا خايف اتحرك دلوقتي يعرفوا ان هم هيسحبوا التراخيص بتاعت المحطات دي ويلحقوا يظبطوا اوضاعهم. طب ما هم فعلا مظبطين وضعهم.
بس احنا اللي مش شايفين كده. ماشي يا انك. انا كنت عايزك في ايه يا مونة؟ اه ليلى المحجوب مال ترجع؟ بس انا هحتاجها في ايه دلوقتي يعني بعد من غير مناقشه؟ ترجع وبشرتها واللي هي عايزه تقوله تقوله كمان. ماشي ترجع وتقول، بس انا ساعتها بقى ماليش دعوه. بصي طول ما ليلى المحجوب تحت عينينا واحنا اللي متحكمين في صوتها، ده هيبقى افضل لنا. فهمتك يا عم. شاطر حبيبتي. اتجرأت كلها نشرب المنشات العريض براءة جمال الجبالي كأنه انتصار للعدالة. ليلى طب انتي عاوزة ايه؟ عايزة عدالة بجد، عايزاه ياخد جزائه. حبيبتي جمال طلع من النيابة لما لقوا انه ملوش علاقة بالجريمة، يعني اصلا ما وصلش المحكمة وبعدين هي اللي برأته. وده اللي بأكد لي ان الحكاية دي مش مظبوطة، ان البلد دي ما فيهاش حاجة هتمشي صح. انا مش فاهمة موقفك بجد. ليلى انت ايه اللي مضايقك؟ كل حاجة، العك اللي بيحصل بالغش والكذب والتدليس. متضايقة للناس اللي حقهم راح من غير ما يرجع لهم ولو جزء صغير منه، انهم يقدموا لهم الجاني ويعاقبوه. حبيبتي الناس اللي انت بتتكلمي عن حقهم دول جمال يبقى واحد منهم، ولو هو بريء يبقى ليه حق، يبقى اللي انت عاوزاه تاخديه بذنب غيره. انت مش بريء يا رب. اللي بيكذب الكذب ده كله ويصدقه ويعيش فيه لا يمكن يبقى بريء. اللي بيوعد ويخلف وهو متخيل انه ده العادي وان مش من حق حد يحاسبه يبقى مش بريء. فهماني؟ فهماكي ومقدره اللي انت حاساه، بس هتزعلي بقى لو قلت لك هو ايه. انت كنت عاوزه حد ياخد لك بطارك من جمال بعد اللي عمله فيكي زمان، عارفه ليه؟ عشان انت لغايه دلوقتي بتحبيه ومتعلقه بيه كمان، ما تتصوريش نفسك انك ممكن تاذيه بايديكي. عشان كده كنت عاوزه حد يقوم بالدور ده عنك، بس ما حصلش. ايه اللي بتقوليه ده؟ جمال بالنسبه لي ولا حاجه، اقل حتى من اني اكرهه. يبقى خلاص اعتبري الموضوع انتهى وخدي الامر ببساطه.